باش نحدوها هاد ا اس تي غادي نحتاجو هاد غاما اس تي اللي هي في هذه الحاله غادي تكون انفيريور من اف او على غاما اس حيت كان عندنا في الحاله في هذه الحاله الفا كبر من الفا ار بطبيعه الحال. يعني الا كنا في هذه الحاله مازال ما غاديش نتمكن من باستعمال هذه ليكواسيون ما غاديش نتمكن من تحديد ا اس تي غادي ندوزو ليكواسيون دو مومون دي مومون. فهاد ليكواسيون دي مومون كندير لاسون دي مومون او نيفو ديال لي زارماتور اللي كاين في التراكسيون وبالتالي هاد المومون اكس او ام او غادي يساوي المومون ديال الفورس اف بي ان زائد المومون ديال الفورس اف بي جوج. وبالتالي غادي نحسبوا المومون المومون ساهل كنضربوا لا فورس هي هادي لا فورس كنضربوها في ديسونس بين لاكس و لاكس ديال ولا ديريكسيون ديال الفورس. في هذه الحاله الاولى اف بي ان ديسونس هي دي موان اس 0 على 2 وبالنسبه لاف بي 2 ديسونس هي دي موان 0.4 ايغريك. الى عوضناها غادي نلقاو هذا التعبير ديال المومون وبالتالي هذا التعبير ديال المومون غادي نحسبوه بدلاله هاد الجوج غادي يخرج لينا كيساوي ام ام موان ام اف بي 2 اللي كيساوي 0.8 الفا بي دي كاري غاما بي سي عامل لواحد ناقص 0.4 الفا. ملي كنوصلوا هاد المرحله ملي كنوصلوا هاد المرحله نذكركم اول مرحله درناها اش درنا درنا حسبنا ام بي تي اللي هو المومون ديال الكومبريسيون ديال البيتون باللي خدينا اي كيساوي اس 0 قارناها مع ام او الى لقيناه سوبيريور مع على ام او راه في هذه الحاله نكتفيو بغير بسيكسيون ريكتانغل ما عندناش مشكل. ولكن ملي كنقول كنلقاو هذيك ام بي تي صغر من ام او في هذه الحاله غادي نحتاج نخدمو بسيكسيون سو فورم دو تي. باش نخدمو بهاد السيكسيون سو فورم دو تي دزنا خصنا نحسبو لي فورس. في هذه الحاله كاينين دو فورس كاين فورس مابليكا على البارتي ان فورس مابليكا على البارتي جوج حسبنا كل واحد كيفما كتشوفو قدامكم. ومن بعد دزنا لي مومون طبقنا بعد ليكواسيون دي كيلي ودرنا اف اس تي كتساوي اف بي ان زائد اف بي جوج ودزنا لي مومون درنا المومون كيساوي المومون ديال الفورس اف بي ان زائد المومون ديال الفورس اف بي جوج. الى حد الان كلشي واضح. من بعد دزنا نلقاو هاد المومون اف بي ديال لا فورس جوج لا فورس ديال الكومبريسيون على البارتي جوج كتساوي ام او ناقص اف بي واحد اللي كتساوي 0.8 هذا هو التعبير ديالها 0.8 الفا بي دي كاري سيغما بي سي عامل لي واحد ناقص 0.4 الفا. هنا كندوزو واحد المرحلة أخرى كنساو هذاك نو اللي كنا حسبنا وبطبيعة الحال اللي لقينا كبارة من نو بي سي. داكشي علاش قلت علاش دخلنا لهاد سو فورم هاد لا فورم ديال السيكسيون. دابا غادي نجيو نحسبو واحد نو دو اللي كيساوي هاد نو جوج اللي كتساوي ام اللي لا فورس دو كومبريسيون على بارتي جوج مقسوم على بي دي كاري غاما بي سي ولا سيغما بي سي اللي كتساوي بطبيعة الحال 0.8 الفا عامل لواحد ناقص 0.4 الفا. ملي كنحسبو هاد نو جوج كاينين دوكا سوا تكون سوبيريور من نو ار ولا تكون انفيريور من نو ار. بطبيعة الحال الا كانت سوبيريور من نو ار راه في هاد الحالة باقي عندنا مشكل حيت غادي تكون الكونتخانت ديال لاسي مازال ما وصلش الليميت ديالها. وبالتالي في هاد الكا غادي يكون مفروض علينا سوا نغيرو لي ديمونسيون ديال سيكسيون حيت غادي نزيدو الفالور ديال اش وغادي نزيدو الفالور ديال تي ولا غادي نزيدو لي زارماتور كومبريمي غادي نزيدو واحد سيكسيون ديال لي زارماتور اللي غادي يكونوا اون كومبريسيون. هذه هي الحاله الاولى. الحاله الثانيه ملي كيكون نو دو صغر من الحاله الثانيه ملي كيكون نو دو صغر من نو ار في الحاله يعني سيغما اس تي الكونتران ديال لاسي وصل ليميت ديالها اللي كتساوي اف او على غاما اس. وبالتالي عندنا نو جوج غادي نخرجوا منها الفا وبالتالي غادي نخرجوا ايكريك وغادي نلقاو الفالور ديال اف بي جوج باستعمال العلاقه ها هي اف بي جوج كتساوي يعني يكفي نعوضوا الفا. وبالتالي ملي غادي نلقاو اف بي جوج وديجا حنا عندنا الفالور ديال اف بي ان غادي نلقاو اف اس تي. وبالتالي الى لقينا اف اس تي يكفي نديفيزيو على سيغما اس تي باش نلقاو التعبير ديال الفالور ديال
AST اللي هي سيكسيون ديزارماتور اون تراكسيون، وبالتالي AST غادي تساوي FST مقسم على سيغما ST اللي كتساوي العوضة FST بلاصوم دي فورس FB1 و FB2 اللي هي هادي. غادي نلقاو هاد التعبير اللي كتشوفو قدامكم. دابا نرجعو للحالة الأولى اللي قلنا ملي كتكون نو اتنان كبر من نو اغ، قلنا هنا عندنا جوج حلول، سوا نزيدو في لي ديمونسيون ديال السيكسيون سوا نزيدو دي زارماتور كومبخيمي. هادي سهلة، كنزيدو و كنعاودو الحساب من ازيرو، ولا بطبيعة الحال يمكن نديرو نزيدو لي زارماتور كومبخيمي. دابا غادي نشوفو هاد الحالة التانية ملي كنزيدو لي زارماتور كومبخيمي دون لا سيكسيون سو فورم تي، وبالتالي غادي نعرفو واحد ديسونس دي بريم اللي هي ديسونس بين لي زارماتور كومبخيمي مع لو فيبر لو فيبر ديال سيكسيون لو بلو كومبريمي. الوغ تو سامبلومون كيف ما كنا درنا في الحاله ديال سيكسيون كاريكتانغل، غادي نرجعو هاد الفا اللي لقيناها، كنا حسبنا هاد الفا ولقيناها بطبيعه الحال كبر من نو من الفا اير، يعني لقينا ان نو اي 2 كبر من نو اير، حنا غادي نرجعو نو كيساوي نو اير والفا كيساوي الفا اير، وغادي نزيدو لي زارماتور كومبريمي. سي كلير. الوغ تو سامبلومون غادي نسميو غادي هذاك المومون ديال الفورس دو بيتون ديال الكومبريسيون اللي تبقى على البيتون دو بارتي جوج، غادي نسموه ام اغ اللي هو هذا، عوضنا الفا بالفا اغ تو سامبلومون. الوغ بطبيعه الحال بطبيعه الحال عندنا هاد الفورس ديال سيكسيون كومبري ديزارماتور كومبريمي كيساوي سيغما ديال ديزارماتور كومبريمي فوا لا سيكسيون ديالهم تو سامبلومون، و المومون غادي نضربو في لا ديسطونس دي موان دي بريم باش نحصلو على ديسطونس اونتر هاد لاكس ديال لي زارماتور اونتر اكسيون مع لاكس ديال لي زارماتور لا فورس لي كاين او نيفو ديال لي زارماتور كومبريمي تو سامبلومون. وبالتالي الا درنا لا سوم دي فورس كيساوي زيرو، عندنا غادي نحصلو على الفورس ديال تراكسيون كيساوي لي سوم دي فورس دو كومبريسيون اللي هما اف بي اي 2 اف بي ان اف اس سي. غادي نعوض كل فورس بالقيمه ديالها، ولكن عندنا هنا جوج المجاهيل ا اس سي اللي هي لا سيكسيون ديزارماتور لي كي سون كومبريمي، وكاين ا اس تي لي لا سيكسيون ديزارماتور اون تراكسيون. باش نحددو هاد جوج غادي خصنا واحد ليكواسيون اخرى اللي هي لا سوم دي مومون كيساوي المومون اكستيريور. ام او كيساوي المومون ديال هاد الفورس اف بي ان زائد المومون ديال لا فورس اف بي جوج زائد المومون ديال لا فورس دو كومبريسيون او نيفو دي زارماتور كومبريمي، وبالتالي غادي نحصلو على هذه هي المومون ام ار زائد المومون ديال لي زارماتور ولا ديال الكومبريسيون ديال البيتون كومبريمي بارتي ان زائد المومون ديال لي زارماتور كومبريمي. غادي نديرو في لا ديسونس دي موان دي بريم اللي شفنا في صحنا هنا كيفاش حسبنا المومون. هاد لا سوم دي مومون عندنا ان سول ان كونول اللي هو ا اس سي، وبالتالي غادي نلقاو بكل سهوله غادي نلقاو ا اس سي، ساهل نلقاو ا اس سي. من بعد الى لقينا ا اس اي غادي نرجعو ليكواسيون الاولى وغادي نلقاو ا اس تي، وبالتالي غادي نحصلو ا اس تي غادي نقسمو هاد لا سوم اللي دابا ولا معروف غادي نقسمو على سيغما اس تي اللي كتساوي اف او على غاما اس، وبالتالي غادي نحصلو على التعبير ديال سيكسيون ديزارماتور اون تراكسيون. هادو هما اللي كان لي كاينين في الفليكسيون ملي كنكونو خدامين في الريكتانغل في سيكسيون ريكتانغولير بطبيعه الحال، ولا بطبيعه الحال ملي كنكونو خدامين في واحد سيكسيون سو فورم دو تي. كنتمنى انكم استفدتوا معنا، شكرا على المشاهده والى اللقاء.